السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ بخير. واحد النهار درت لكم واحد الفيديو ديال كوفيتير، انواع ديال الكوفيتير مع التاريخ ديالهم اللي كاين في الغلاقه، وقلت لكم بلي ان هذا الكوفيتير هذا ديال مرت المراه، وكانت هي كتصوب الكوفيتير وكل شيء، وكتخبي كل مره كيبان لها شي فروي كتصوب الكوفيتير وتكتب عليه التاريخ وتخلي. حتى واحد النهار انا دخلت واحد لاكاف عندها، لقيت تقريبا شي 150 قرعه بحال هذه تقريبا، وصغار وكل شيء ديال الكوفيتير، والتواريخ مخلطه وكل شيء، ولكن هي ما على بالهاش بعض المرات بالتاريخ وكل شيء. علاش؟ لان انا واحد الطريقه ديال العقم باش الكوفيتير ما يحماضش، ما يديرش طهموليه، ما تاش. كاين واحد الطريقه، واحد النهار ان شاء الله شي نهار غادي نديرو سميتو عليه، غادي نديرو واحد الروسيطة ديال الكوفيتير. اليوم رجعت لكم لان الاصدقاء ديالي وكاع اللي معايا في الفيسبوك شافوا التاريخ، قالوا لي اوه ما يمكنش الكوفيتير ديال 5 سنين 6 سنين 7 سنين وباقي هو ما تحرك ما والو، كوفيتير طبيعي ما فيه كاع دوك المواد ديال لي او 330 450 وزيد وزيد وزيد. كوفيتير طبيعي مصوب من الدار، معقم طبيعيا ما يتحرك ما والو. علاش انا رجعت لكم اليوم؟ باش نقول لكم عندي لكم واحد المفاجاه ديال اقدم كوفيتير كلته في حياتي، وهو مشيت للكراج اليوم شهيت الكوفيتير، باغي ناكلو مع شويه ديال زيت العود، كندير شويه ديال زيت العود هنايا الكوفيتير وكنغمس. المهم هزيت باغازا، هزيت واحد البواطا ديال هاد الاسبوع القرعه ديال الكوفيتير، لقيتها الكوفيتير ديال اش ديال بور دو بوم. بور دو بوم هي طريقه ديال تحضير الكوفيتير بالتفاح، بالتفاح مع الزبده وشويه ديال السكر وداك الشيء. كاينه واحد الطريقه كتسمى بور دو بوم، ماشي الكوفيتير العادي اللي كنديرو غير السكر ونديرو فيه شويه الحامض ولا الليمون ونخليوه يطبخ. المهم هذا كوفيتير بور دو بوم، هذا ديال التفاح. ولكن اشنو هو اللي حمقني؟ هو حيت انا عيطت لمت المراه، شفت واحد التاريخ وعيطت لمت المراه، دابا صوتها قلت لها ما يمكنش لقيتها لي، بقات قالت لي اخر مره درتوها هو التاريخ الفلاني. شوفوا التاريخ امتى؟ فيفريي 1999، هي كانت مكتوبه واحد الهضره لتحت وحيدت هذه ودرتها بالزرق. فيفريي 1999 يا شباب، نقول لكم لان حنا دابا في فيفريي 2020، 21 عام ها هو يا ما تحرك ما والو. سيروا نتوما شريو لي كوفيتير كريمه، كوفيتير عايشه، ولا كوفيتير الزبل حاشاكم اللي فيه كله عمر ع سكر وع رحيق، يعني ماشي حتى فروي ولا واقيلا فروي خامش اللي ما نقدروش نديرو في المارشي. دوزوا الكوفيتير، دير فيه لي او، دير فيه لي ستابيليزون، دير فيه الكولورون، خلط، اعطي العرب العرب ما كوفيتير. وضربنا واحد الكوفي بحال بلادم ما عرفتش الشاري، ملي كتجي عندو الدار كتلقى الطبله فيها اتاي وكل شيء والقهوه وداك الشيء، وحاط لك كوفيتير قدو قد السطل ديال الكوفيتير. كله عمر امراض، كيفاش بنادم ما فهمتش انايا؟ انا ديما كنتسائل مع نفسي وكنقول للناس، نقول لهم وانتم عندكم اصاحبي الخضره اكوكو، عندكم فواكه اكوكو، واش ما بقاش عندكم اللي دينا العيالات؟ انا هادشي اللي ما بغاش يتفهم ليا، ما بقاش الرجال تبارك الله صاحبي هنا في فرنسا تيقفضوا وكيطيبوا. انا دابا طيبت واحد فروج، ها هو يا ها هو، اجي معايا فروج، ها هو فروج، ها هو فروج مطرطق شريته من الفيرما. سمحوا لي راه طلع لي الدم، لان بعض المرات ما كنفهمش انايا الناس، يقول لك حتى شي حاجه ما كيديرها البشر. هادشي باقي فروج شريته من الفيرما، درته في الكونجيلاتور هذيك النهار، كنشريه هو والبط، راكم كتشوفوا الفيديوهات. خرجته اليوم قلت ارى غادي يبقى بوم، قرطته درت ليه التوابل ديالو، شديت البصله طحنت البصله في هذه نيت، البصله درتها بيوري طحنتها في هذا مع شويه ديال الماء، بصله حمراء طحنتها حتى ولات بحال بيوري، هي والثومه والربيع وهذاك الشيء وخلطوها وكيطيب، عطي ريحه مخيره. انا ما فهمتش انايا العيالات ديالنا، ما عرفتش انايا، والخبز ما بقيتوش كتعجنوها عباد الله، واش عباد الله انتم كتشوفوا الفيديوهات كل فيه الخبز كله فيه سرق الزيت وفيه الحشرات واسمو، ومازال كتمشيو تشريو لي الخبز من الكرار، سمحشو ماش عليكم. ما عرفتش انايا ما عندكمش، شنو هو دابا؟ شنو هو الوقت اللي خاط لكم باش ما بقيتوش تليفونات؟ فوالا تليفون بارك الله، تليفون وخمسة المره نسات ما تعرفش دير سميتو عليه، ما بقاش كما طيب الخبز، ما بقاش غدير، كتشريو الخضره كتشريو التليفون طاح، ولكن غادي نكمل. كتشريو ماطيشه، كوفيتير ديال الماطيشه راه قلت لكم شحال هذه الماطيشه خضراء عباد الله، خضراء، عرفتي كوفيتير كي تيخرج بحال الكيوي، بحال كتاكل الكيوي، ولكن
الكتاف ديالكم تهرسوا. هذا الشيء انا اللي ما تفهمش ليا، الكتاف ديالكم تهرسوا. مطيشه شنو كوفيتير؟ شنو مطيشه ديروا بها كوفيتير؟ القرعه ديروا بها كوفيتير؟ انتم ما كتاكلوا الصبع، علاش ما كتاكلوا الصبع يا عباد الله؟ صبع راه صحيه، خضار خضار عموج يعني خزوه، بطاطا، مطيشه، لفته، هذه انتم درتوا برمه ديال 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 الخضره. سمحوا لينا على التوتر لانه، ولكن راه سميتو لي راه بزاف. انا هادشي كيبقى فيا الحال، كيبقى فيا الحال. انا ملي كنشوف مثلا كتمشي للدار شاري لك الخبز ديال الزنقه، فين هو الخبز ديال الدار؟ ديك النا من فين كناكلو جاي من الفران سخون؟ فين هو يعني؟ فين هو هادشي هذا؟ فين هو؟ فين هو الناس اللي كانوا كيمشيو الرحبه كيكيلو الزرع ويجيبوه ويديروا لك وينقيو ويديروا لك الخبز؟ فين هو؟ ما بقاش هادشي هذا. ما فهمتش انايا علاش، ما فهمتش علاش. مشيو شريو الليمون عباد الله ملي خرج دابا، راه كاين واقيلا قالوا لي راه كاين الليمون دابا. شريو الليمون، قرضوا، غسلوا، نقيو، حيدوا، وديروا وديروا شي كوفيتير ديال الليمون. عندكم بزاف ديال سميتو عليهم ملي كيخرج مشماش، ديروا كوفيتير مشماش الفريز، وكذلك حشومة عليكم. شوفوا الكوفيتير ديال 99 عباد الله، من 99 عنده 21 عام. ها انتم شوفوا، هاو 21 عام عباد الله، بسم الله. ها انتم شوفوا، بسم الله. نعمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم إلا 21 عام عباد الله. كوفيتير ديال 21 عام تاكلو حلا غتاكل ياورت. وهذا طبيعي، ما فيه لا ستابيليزون لا ديك، راه يخليكم شي نهار غادي ندير لكم الكوفيتير، الطريقة ديال التحضير ديال الكوفيتير كيفاش دايرو، الطريقة ديال العقم باش الكوفيتير يبقى ما يتحركش. ها انتم قراعي، عمر وألوح، وفي هاد الشيء راه ما تحتاجوش ديروه في الثلاجه. انا راه شفتو من الكراج، اقسم بالله العلي العظيم شفتو من الكراج، حطوه في البلاكار، حطوه الفوق، حطوه تحت السداري، فين ما حطيتوه ما يتحركش، غير غطيوه. الا حليتوه صافي كديروه في الثلاجه، كتبداو تاكلوا منه بخير وعلى خير. سمحوا لي على التوتر هذا، ولكن انا غادي ندير لكم وصفه ديال الكوفيتير. بغيت نقول لكم هذا الكوفيتير هذا عنده 21 عام، هذا قد ولدي. بغيت نقول لكم، وكنا بعد مرة شي نهار شفتو الكوفيتير لوليداتكم، تقول لهم هادشي هاد الكوفيتير هذا راه درتو ملي كنت حاملة بيك، لا راه قبل ما تزاد درتو. ها هو يا سمعوا لينا، إذا عجبكم هاد الفيديو ديروا لايك. السلام عليكم.